كيمو انت كويس يا حبيبي؟ انت يا بنت انتوا هتبلغوا البوليس بجد؟ يعني انت شايف ان اللي حصل ده صح؟ لا هي ملهاش دعوة، انا اللي جيت من غير ما اقول لها. لا يا كريم، لو هنروح للبوليس هنروح احنا الاثنين مع بعض. ايه الاوفر ده يا بنتي؟ في ايه؟ انتوا عندكم كام سنة عشان الرومانسية دي كلها يعني؟ استاذة شمس السن مش مهم، روميو وجولييت كانوا قدنا بالظبط وهما اللي قرروا مصيرهم. روميو وجولييت مرة واحدة؟ ماشي. طب والاخ عطيل ده اللي عايز يخلص عليك هتعمل فيه ايه؟ يحيى ده بيزيد في الزيت، سيبيهولي انا. بس عشان خاطري يا شمس، خلي كيمو يروح. والله اذا كان الاستاذ روميو هيوعدني ان اللي حصل ده مش هيحصل تاني. والله ما هيحصل تاني وحياة ربنا. طب بس عشان يحيى جاي. طب بس وما تجعلي تقعدي جنبه، ده هكلميني. انت قاعده هنا ليه؟ قومي اطلعي فوق. استنى بس حاجة. مش طالعه فوق، وبعدين مش انت هتطلب البوليس؟ انا مستنيه هنا. ما هو كده بمجرد ما البوليس يجي تيتا هتصحى وهنروح كلنا مع بعض على البيت. البيت؟ اه البنت بتتكلم صح، احنا لازم نطلب البوليس. لا قبل ما لهاش داعي يعني، اصل هم شباب والشباب طايش، ثم البنت مريم ما لهاش ذنب، هو الواد الانيمال ده. ايوه ما انا عايزه اطلب البوليس علشان هو. انا شايف ان الوقت متاخر وما يصحش حد يكلم البوليس في وقت زي ده. ايه الهزار ده يا يحيى؟ قوم بسرعه اطلب البوليس. يا ابله خلاص بقى ما تسخنيش اكتر ما انا سخنان، شايفه الواد يعني هو لسه يعني ما يصحش نضيع شباب واحد زي ده جميل وهو لسه في الرعين. يعني انت شايف كده يحيى؟ خلاص ما نطلبش البوليس عشان خاطرك انت بس يا يحيى. مش عارفه اودي جمال حضرتك فين والله. يات امي ما هسيبك. لا يا جماعه انا ضميري مش مستريح، ممكن تطلبوا البوليس؟ لا عندك ضمير يا منجعر من هنا. استنى هيتجر ازاي بس؟ اطلع فوق لو سمحت، هات له رباط ضاغط وصحي الاستا اشرف عشان يوصله. اه اطلعت له رباط ضاغط. جاب لك رباط ضاغط وصحي الاستا اشرف؟ ما اديله تعويض بالمره. انا حدوي. بالراحه يا يحيى ما تبقاش قاسي كده. لا انت عندك حق. سوري يا بيبي. بس يا شمس ميرسي بجد، انت كويس يا حبيبي؟ طب طمني عليك انت كويس؟ ايه يا بنت ده؟ قومي قومي من هنا. انت عارف انا خفت عليك قوي بجد. قومي انت كويس؟ لا ده انا بجد بقى هبلغ البوليس. تصوري بقى، روحي اقعدي هناك. طب يا شمس بطمن عليك. قومي اقعدي هناك.